طيب نسمع، عايزه اتكلم معاكي في فكره الفيديوهات اللي بتعمليها على الفيسبوك اللي ليها علاقه بالامثال. يعني اشمعنى اخترتي الامثال تحديدا عشان تتكلمي عنها وتعرفي الناس اصلها وكل مثل وراء ايه وقصته ايه؟ طيب بصي، هو انا البيج عندي بقالها شويه، مش فاكره من قد ايه، بس بقالها حبه يعني. فكل فتره كنت بعمل على حاجه معينه، يعني مثلا لو في حاجه معينه انا حاسه ان هي لطيفه قوي عايزه اعمل عنها دلوقتي فبعمل عنها حلقات. اخر حاجه كانت موضوع الامثال والكلمات. الموضوع جه بالصدفه البحته، انا كان بقالي فتره ما بعملش حاجه وما بعملش حاجه على البيج يعني، وكنت عايزه ارجع اعمل حاجه تاني. فكنا بنتكلم انا وزميلتي في الشغل، فقالت لي كلمه، فقلت لها ايه ده؟ قالت لي انت مش عارفه معناها. لا مش عارفه معناها، فحكيت لي الحدوته. قلت لها ايه ده، بصي احنا هنعمل برنامج على الموضوع ده، حلو، احنا كل الحاجات هنجيب اصلها. بس وبدا الموضوع من هنا بقى، والموضوع نفسه لطيف يعني. وانا بدور وانا بشوف الحاجه، بشوف الحاجات اكتر اللي احنا بنقولها، واقعد ادور بقى على طب الحدوته، وانا بتبسط يعني. انا شخصيا وانا ببقى بعرف الحدوته ايه ده بجد، مستمتعه وانت بتسمعيها جدا بقى. ده حقيقي، واحنا بنحب نسمع اصلا انواع الحواديت دي بالظبط.